مئات العائلات هنا بحي بن سعيد بمدينة الجلفة تعيش عطشا حادا في عز الصيف رغم الشكاوى المقدمة، لكن لا حياة لمن تنادي. احنا راه عندنا قريب 6 اشهر ولا 7 ريكلام، وعندنا الوثائق وما كاين والو. الماء راه ما عندناش في هذا الحي بن سعيد الجهه الغربيه، رانا منسيين اكل. احنا ماذا بينا من السلطات، ماذا بينا يشوفوا لينا، فهمتني؟ ماذا بينا يشوفوا لينا وتلبوا لنا طلبات تاعنا. ما عرفناش ذاك الخطا لا في اللي سربي في الماء ولا في المسؤول، ما فهمناش ذاك. ذاك الناس كاع زواليه، يشري في كل 5 ايام يجيب سيتيرن ب 80,000. كاين اللي راه ما عندوش القوت تاع ولادو، ما عندوش هنايا، الناس كاع بطاله، كيف راه يشري لك الماء. اضافه الى مشكل العطش، تبقى التهيئه العمرانيه مشكلا اخر يؤرق يوميات سكان حي بن سعيد. في اطار النظافه، النظافه على بالك منعدمه نهائيا. عندنا على بالك الماء ما كانش، عندنا الفراجه ولحقنا حتى لهنايا بصح ما كانش. راسلنا المسؤولين بصح ما كان حتى رد ولا حاجه ولا ما كان والو. الاناره العموميه ما كانش، التهيئه على بالك تاع الطريق على بالك، راك تشوف الطرقات على بالك مهترئه. ما كانش تريستي، ما كانش سليس، ما كانش. الناس راه كل فقاره وتحشرت كاع هنا، بصح ما كانش اللي راه يخزر فينا. يطالب سكان حي بن سعيد بحل مشاكلهم وادراج هذا الحي ضمن مناطق الظل لعله يستفيد من مشاريع تنمويه.